السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا 14 مباراة هيتلعبوا يوم الجمعة، الدوري المصري والأسباني والألماني والسعودي والفرنسي ودوري الخليج العربي. لو انت جديد معنا ما تنساش تشترك لنا في القناة من خلال اللينك اللي هيكون في أول تعليق على صفحتنا على فيسبوك عشان دعمك يوصلنا على يوتيوب، وشكرا دائما على دعمك. البداية من الدوري المصري، الإسماعيلي ووادي دجلة 7 مساء، إنبي وطلائع الجيش 7 مساء، وقمة الجولة سيراميكا كليوباترا والزمالك 9 مساء، والأهلي والمصري البورسعيدي 9 مساء. أما من الدوري الفرنسي فمعنا بريست وباريس سان جيرمان 9 مساء. من الدوري الفرنسي إلى الدوري الألماني، لايبزيج وشاتو توغارت 8:30 مساء. من الدوري الأسباني، ريال بيتيس وقادش 9 مساء. من أوروبا إلى أسيا، ومن الدوري السعودي للمحترفين، الباطن وأباها 6:05 مساء، ضمك والطائي 6:10 مساء، التعاون والهلال 8:10 مساء. من السعودية إلى الإمارات ودوري الخليج العربي، خرفكان والعين 5:15 مساء، الجزيرة والظفرة 5:15 مساء، الشارقة واتحاد كلباء 7:30 مساء، بنياس والوصل 7:30 مساء.